نبدأ في سهل معنا Logistic Regression. في Linear Regression يعملناها المرة الأخرى ما رش أقولها عمرو طلع عليها إيش نعمل؟ نحب نpredict اللي جريء من خلال اللي X عندك بليزير X كلها عندك جريء تحب تpredictها لونك إيش نعمل لك وصي هذه كده عندك X بركة ما كش تغزل الجماعة عظم جريء قال B0 plus B1 for X استوينك وصي هذه دلوقت جيك دلوقت كيف بدأ عندك زوز وحود x x1 x2 شو اللي نقصه عند بلان نعمل بلان يوصل لي بوينت كما نقوله المرة هذه تو شو نعمل كلاسيفيكاسيون ماشي نعمل ريغريسيون الجريغ نتاعك مش كيما هنا هنا يشوفوا الجريغ لاس دي زيغريغ في فالوريات انا 0 1 2 3 6.5 لي بوين لي زيغريغ نتاعهم مختلفين في الكلاسيفيكاسيون قلنا شحال الجريغ نتاعنا يا ما راضي يا ما لا يا ما 0 يا ما 1 دونك تجي تصور انت لي بوين نتاعك باش تلقاهم هكا هذه اون سيبوز فما اكس وحده احنا هنا عندنا بليزيور اكس الاج والكلاس اون سيبوز الكلاس مش البون مش الكلاس الاج نقولوا باغ اكزومبل الاج نتاع الكليون شنو نحطوا على الاكس دي اكس والساتيسفاكسيون نتاعو على الاكس دي زي لي بون يكونوا هكا بحكم على الاكس ينجموا ياخذوا بليزيور فالور مع الاي ياخذوا كان يا ما زيرو يا ما كان باش نعملوا اون دروات اون دروات معنا متشبه الجينة ماش مناسبة معنا اون دروات متوصفش لي بلان لي بوان هادو من لي بوان هادو كي انت تحب دي بوان اللي لي بوان هادو تحب لي جريك متاحهم زيرو وهادو لي جريك متاحهم ان لي دروات هذي الدروات هذي ليكواسيون متاع دروات ما تعطيكش الحكاية هذيك اصلا تنجم تفوت كي انت شفت الكليون شفتو الكليون هادو اللي في على اليمين بالكل ليكس متاحهم عالية كي تطلع لي جريغ نتاعهم بالدروات هذه الدروات هذه باش تطلع 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 لفوق كي تهز معناها من الاخر تاخذ الاكس نتاع البوان هذايا تشوف لي جريغ نتاعها حسب الدروات اش تلقى فاليو كبيره اش تلقى في الفوق بالكل اش تلقى جريغ قال 3 على هذاك هي ما عندهاش معنى فماش واحد ساتسفاكسيون نتاع 3 معنى هي مزيرو هي ما ممكن تحبوا حاجه تحبوا ان ايكواسيون ماتيماتيك ترجع لك 0 ولا 1 بهاي الدروات خايبه هذه باهيه علاش باهيه قول قايل الكورب هذه اللي في شكل اس ما ترجعلكش حاجه يا زيرو يا ام انا كي ناخذ اي بوان اكس هنا في الوسط كي ناخذ ليماج نتاع بار الدروات ها بل سمري بار الكورب هذه اش نقدر اكزامبل 0 3 0 7 ولكن ديما بين الزيرو والان كي تبدا حاجه بين الزيرو والان وليو احنا نتسالوا اسكو نجم نعتبرها اون بروبابيليتي الجواب هو اي تفسير دقيقتين اخرين علاش هذين بون مش علاش هذي باش نحسبوا اون بروبابيليتي الكورب هذي باش تعطيك البروبابيليتي نتاع كون الكليون راضي ولا دونك شفتوا جماعه هذوما اللي على اليمين بالكل لاحظوا الاغلبيه اللي على اليمين راضين اللي مش راضين نسبه اكثر على اليسار موجودين دونك بارك تنجم الاكس هذي تمثل مثلا عشان جودة الخدمات بطريقة معينة يحسبوا جودة 1 2 3 هاتكش 10 باغ اكزومبل 10 على 10 معناها خدمات هايلة تعشق معناها خدمات نتاع كيما نقولوا طبل فيت دونك قد ما الخدمات تتحسن قد ما فما أكثر جماعة راضين قد ما الخدمات سيئة تلقى جماعة أكثر مش راضين دونك كي تاخذ أنت واحد الإكس نتاعو عالية معناها تلقى خدمات سمحة يجي تشوف الايماج نتاعو بالدروات هذه تحسب لي جريغ نتاعو حسب الدروات تلقاها قريبه للان باش تلقى 09 ابوبري معناها البروبابيليتي انه يكون راضي 09 اللي هو معقول بحكم خدمات باهيه 90% باش يكون راضي كي تاخذ واحد لما الاكس نتاعو ان خدمات ان معناها خدمات خايبه تشوف لي جريغ نتاعو حسب الكور باش تلقى باريكزومبل 0.1 معقول البروبابيليتي انه يكون يرضى أنا باش يرضى زيرو أنا حاجة تافهة معناها مش باش يرضى واحد خدمات خايبة دونك معقول الكوربة هذي أون فيت الحاجة اللي تخليها سمعة هي كونها تهبط مع الهابطين وتطلع مع الطالعين فين ما البوانات الفوق الكورب الفوق فين ما هما اللوطة هي اللوطة معناها فين ما فما البوانات اللي جريك نتاعهم راضين هذي تقول لك راه probability نتاع الرضا في الزون هذيك عالية تبدا بوانات في الزون هذي اليسار كلهم اللوطة على اليسار كما جمع على اليسار والجريك تاعهم كل ما جريك تاعهم زيرو كورب تقول لك مال الجماعة اللي على اليسار راهو بروبابيليتي كبيرة باش يطلعوا مش راضين
هذا علاش تعطي probability هي خطرة تطلع خطرية بين الزيرو والآ يزيد هي تطلع مع الطالعين وتهبط مع الهابطين. باي لاحظوا هنا فما الزونة ذي اللي في الوسط مشكشكة تاخو إكس في الوسط هنا خدمات خمسة بار إكزومبل جودة الخدمات خمسة فما ناس ترضى فما ناس ترضاش معقول معنا الله غالب ما نجموش نعرفوا هكاك أما ظهر كلمة خدمات باهية ياسر جماعة ترضى سيئة ياسر جماعة ما ترضاش باهي ريكل يا جماعة الكونسيبت هذايا فماش دي كاستيون والله ما عندي كيستيون كونسيرنون ال معناها الكورب هذي في الاكس معناها تمشي انت نورمال ديما تعمل الشونجمون بتاعها في الوسط معناها مثلا من عشان الاكس مثلا توصل حتى للفان معناها الشونجمون الفلوكتواسيون باش تصير في الديس ولا تجم تصير في بلاصة اخرى مش في الميليو. حسب فهمتك معناها هنا الفالور اللي بتاع الاكس اللي الكورب تطلع فيها هكاك ايه هيك الفلوكتواسيون بتصير بالضبط اسكو ديما في الميليو ولا لا نيسيسيرمون معناها اون جينيرالمون تطلع في الميليو اذا كان انت عندك جماعه جماعه الجريج زيرو كلهم على اليسار وجماعه الجريج ايجال ان كلهم على اليمين دونك هي باش تطلع في الوسط بيناتهم معناها باش هي خاطر هي تحب في الاخر تكون الفالور نتاعها عالية بحث البوانات اللي جريك بتاعهم عالية الفالور نتاعها طايحة بحث البوانات الفالور بتاعهم طايحة ديجا واش نشوفها فين تقص بالضبط تونس الاول المهم هي اون جينيرال هي اش تطلع الفورمة نتاعها لازم تكون مناسبة للي بوان تطلع معاهم وتهبط معاهم دونك اون جينيرال تطلع هذه تكون في الوسط معرفش اسكو واضح ولا اي واضح باهي باهي قول قايل تو المات شنو دروات هاي ليكواسيون دي دروات y قال بي 0 بلس بي 1 فوا اكس وكي تبدا الكور بهذه في شكل اس واحد هي عندها فورميل مزيانه هو ان سور ان بي يقصد y معناها بي ولا y نفس الشيء معناها بي ولا y نفس الحال ان سور ان بلس اكسبونسييل موان درا شنو مزيان الكور بهذه بون علاش كيفاش طلعوا بها اش قاعدوا يدقزوا معناها ينخطفوا هكا ايكواسيون تعطيك كور تقضي بون فيت فما والله ما عنديش فكره كيفاش طلعوا بها طلعوا بها يذولي فما حكايه في الستاتستيك اسمها ليفري سومبلونس طلعوا بها من غادي اللي هابي يشرشي يشرشي المهم ذي ليكواسيون تاعها هكا باهي لاحظوا لي اللي جري بالنسبه للريغريسيون لينير بالنسبه للدروات فيها بي زيرو بي ان بي زيرو هي لوردوني الاوريجين والبي ان هي البونت نتاع الدروات يتساءل السائل ويقول اسكو في ريغريسيون لوجيستيك هذه على فكره صح نسيت حاجه مهمه ياسر ما قلتها لكمش واحنا نخدموا في ان بروبليم دو كلاسيفيكاسيون وهي اسمها ريغريسيون لوجيستيك المفروض اسم غلط وان فيت غلط الله غالب ما نعرفش علاش طابوها سماها ريغريسيون لوجيستيك الله غالب اسمها هكا مراي غدره معنا حطوا في بالكم راي هي كلاسيفيكاسيون اسمها لوجيستيك ريغريشن لكنها ما تعملش ريغريشن تعمل كلاسيفيكيشن اسمها عكس جسمها به هذه ملاحظة باش واحد ما يتمهمشش خديه يتمهمش معناها به نرجع طب للإكواسيون قلنا بالنسبة للدروات البي زيرو والبي ان يمثلوا الأردنية الأوريجين والبونت بالنسبة لهذه اسكو البي زيرو والبي ان يمثلوا حاجة وان فات يمثلوا وباش نشوفوهم هنايا شنو يمثلوا وهنايا زاد وهنايا به دونك عندنا هنا عندنا انوتر اكزومبل تلميذ يقرا في الاكس دي زيكس عندك قداش من ساعة ريفز ساعات هي اربع سوايع ست سوايع وهنا اسكو نجح في الدفور ولا زيرو كان ما نجحش انا كان نجح سهلة العملية دونك لي بوان دوك يمثلوا لي زيتيديون هذا يا بار اكزومبل سلعة قرا ساعة برك نجح في الدفور تلقى يحضر ياسر ديما يحضر الله اعلم تبع البروف ولا حاجة ايفن في الكلاس زي سبحان الله قاري خمس سوايع ونص وما نجحش ما يعطيك ما يعرفش يريفز الله غالب معنا عشان يريفز ويحل فيسبوك الله أعلم أما لاحظوا لأغلبية الجماعة اون جينيرال اللي يريفزوا شوية سوايع ما نجحوش اللي يريفزوا برشا نجحوا هذيك هي طبيعة الحياة إلى آخره باهي هنا يا تو الكورب هذه تعطينا البروبات نقول لك أنا الشخص هذايا فما شكون قرا اربع سوايع طب من فوا صنعنا الكورب هذه معناها
بها هي ليكواسيون تاعها ديبون من بي 0 والبي 1 كيفاش باش نطلعوا بي 0 والبي 1 باش تكون كورب ولا ما تنحكيو فيه باهي قول لك انا فما واحد ريفز 4 سوايع اسكو نجح ولا اش تعمل انت تاخذ ديماج بتاع بار الكورب هذه تاخذ الفالور 4 تنجكتها في الاكس تحسب الحكايه هذه هي البي ولا الجراي ولا سماها اللي تحب وتشوف الفالور عبارة شو تبروجيتي بالكور بك تبروجيتي على الأكسي زيكري دونك إذا كانوا قاري أربعة سبعين كنت شوف شتقاء ببري probability أنه ينجح 0.7 بيه 0.7 معنا أكثر ينجح كي واحد لهنا يقاري ساعة برك probability أنه ينجح 0 معقول معنا كي بدأ واحد في الزون متاع 0.4 0.5 0.6 probability أنه ينجح 0.4 0.5 0.6 دونك إسكو نعتبروه نجح ولا كيفاش نعرفه كيفاش نقسموه من الناجحين ولا من الخاسرين يبدو هو في الزون الوسطانية ايش رايكم يا جماعة جاهني مصورة البوان تاع الميليو هي اللي تعمل الديسيزيون اسكو فوق الميليو ولا تحت الميليو انا ميليو ميليو تاع شنو انت هذا الاكس الوطني تاع الاورز ستاديو باه معقول سي نابروش لوجيك يعني انت تاخذ ميليو ابارتير كيما نقولوا تاخذ اخر بوان على اليمين واخر بوان على اليسار وتقص في الوسط هكاكا هكا تاخذ اكبر فالور واقل فالور تقص في الوسط ومن نوتر الميثود زادا لي سامحوني هذا يا صاحبي سليم اهلا بيك السلام عليكم محمود سامحني على الروتار ناسي سليم لا مرحبا بيك في كل وقت شنو احوالك مريقله الحمد لله عايش محمود الحمد لله مرحبا بيك اهلا بالعربي دونك نرجع دونك شو قلنا تو كيفاش نعرف تو التلميذ نجح ولا عنا لي بروبابيليتي باه تنجم تقص في الوسط نتاع لي زيكس لكن باش نعملوا احنا نجيو في البروبابيليتي ايغال 0.5 ونقصوا فن يعني في عندنا نقصوا في الشطر الاكس نقصوا في الشطر البروبا اش معناها اللي البروبا تاع انه ينجح في الديفوار اكثر من 0.5 نقولوا هذا ناجح باذن الله كانوا probability أنه ينجح بالدفوار أقل من 0.5 كل وظهر فيه باش يهلكها نقسمه بالبروبا هي الكورب تعطيك البروبا هذيك وعلاش ما نقصوش في وسط الX خد ساعات يكونوا البوان مجبودين على جنب بار اكزومبل أتون معاش كان فهم اكزومبل هنا بوان معناش إلي سيبو معناها البوان اللي جريغ متاحهم يقال 0 كلهم بين 0 و 2 والأخرين متوسعين من 2 حتى كشي إلى 8 كي جيت تقص في الوسط اللي هو الأربعة بون ماذا بيك تقص في اثنين خير معناها خاطر اثنين هي اللي تفصل إذا كان أكثريت اللي ما نجحوش ريفزو أقل من ساعتين وأكثريت اللي نجحوا ريفزو أكثر من ساعتين تولي تقص في اثنين ماذا بيك ديما تقص في البلاصة اللي هي تفرق هنا بار إكزومبل كانش تقص في هنا بون جات في الوسط بطبيعتها معناها لكن لي بون مش بالضرورة شو يقولوا معناها مش بالضرورة الكورب هذه باش تطلع في وسط الإكس لكن نعرفوا اللي ديما 0.5 معناها حاجة منطقية probability 0.5 أنه ينجح سامحوني probability أكثر من 0.5 أنه ينجح نكلاسي فيه كوم ناجح أقل من كلاسي فيه كوم ماهوش ناجح باهي لكن نجمو زادا نخدمو على الإكس كيفاش تاخو البوان تاخو يجريك يقال 0.5 قص الكورب متاعك تعرف أناهي الفالور متاع الإكس اللي تعرف اللي تقول لك مي تعطيك probability 0.5 متاع نجاح اش معناها أنا الفالور هذه اللي هي ببري 3.2 ولا حاجة كاكا التلميذ اللي ريفز 3.2 سوايع عنده probability 50% أنه ينجح في الدفوار دونك نوليو واش نعملوا احنا بعد ما نقعدوا نحسبوا في البروبا إذا كان ما عيناش باش نحسبوا في البروبا ما عيناش في البروبا عينا باش من الآخر نجح ولا زيرو ولا اش نعملوا ناخذ البوان هذا ونقارن به جيت تقول لي فلان بن فلان قرا أربع سوايع نجح زعما ينجح ولا تقول لك هي أكثر من 3.2 دونك بإذن الله نجح قول لي فلانة بن فلانة ريفزت ساعتين برك تنجح ولا قول لك ريفزت اقل من تروفي بدي سوايع اكثر مش باش تنجح دونك هذه في الاخر تسمى الفرونتير دو ديسيزيون دو بوان تاعنا حدود الفرونتير هذا اللي يفصل بين الناجحين والفاشلين في الامتحانات يسمى ديسيجن باندري في الفرونتير دو ديسيزيون هذا هو اللي يفرق باهي دونك عندك من الاخر ملخص الحكايه في ريغريسيون لوجيستيك باش تصنع كوربة فيها تهبط مع الهابطين وتطلع مع الطالعين تقصها في الزيرو سانك وتلقى البوان هذاك كانك حاجتك بالبروبا تاع التلميذ ناجح ولا تحسب الجريج متاعه تعطيك البروبا متاع انه ينجح
كانك من الاخر حاجك به نجح ولا هو كهو ما حاجش بالبروبا توزن اسكو الاكس اكبر من البوان ولا اقل من البوان. هذه هي ريغريسيون لوجيستيك اون سول فاريابل اللي هي عدد السوايع اللي قراهم التلميذ. باهي مريقلين يا جماعه فماشي سؤال قبل ما نتعداو للدو فاريابل وبليزيور فاريابل؟ صمت على مدى الرضا. باهي ربي محمد. أيه صارت لي كونفوزيون هوني باهي. يعطيني ناخذ اكزامبل انه ما فيش نحكي على الكورب بتاع هذا لوجيستيك ريجريشن. حاجه مش فيها نجاح و يعني تنجح ودوبل، يعني كيفاش يقسم انا يحط لي هيك الفوق وهذيك لوتر؟ معرفش فهمتني ولا مثلا ناخذ بتاع بليزيور فالور باغ اكزومبل. معاش انا شنيا معاش باغ اكزومبل 0 1 2 فرو 0 1 كيف تقصد؟ اي كيفاش انا الكورب معناتها نراو فيه قدامنا كيفاش يقسمها، معناها اللي هيك الفوق هيك لوطه معناها هذو نص دول هذيك ميتي كلاس. سماح انا نحب نبريديكتيف حاجه فيها دو فالور بوسيبل هي منجح ولا كيما فما بليزيور فالور بوسيبل باغ اكزومبل. ما نعرفش انا لحظه برك اسكو الكليون عنده مالادي سمعك اسكو الكليون ما عندوش مالادي ولا عنده المالادي دو دوغري 1 ولا عنده مالادي هذيك دو دوغري 3 دو دوغري 2 دونك فما 3 فالور بوسيبل 0 1 2 ما عندوش عنده شويه عنده برشا هذيك ملتي كلاس تسمى ريغريسيون لوجيستيك ملتي كلاس تو نحكيو فيها في الاخر. خلينا نحكيو توا على البينير خاطر سي لو كال بلو سامبل وبعد نتعداو لهذيك ان شاء الله. بعد هوني كان يكون مثلا ياخذ قرض ولا ما ياخذوش نفس الرقم نفس هاي تحط ياخذ قرض في زكاة وما ياخذ زيرو ولا تقلب معناها مش مشكل. فهمت ميرسي عفوا. دونك هذاك كي تبدا اون سول فاريابل اللي هي عدد السوايع اللي قراهم التلميذ كي تبدا تو غير هذا اون سول فاريابل كيما قلنا نصوروا الخط المعوج الكورب هذيا شكل اس ونقصها ونطلعوا الكون هذايا هذيا تعطيك البروبا وهذا يعطيك القرار. باهي كيبدا عندنا دو فاريابل باغ اكزومبل قداش من ساعه ريفيزها التلميذ ليلة الدفوار و قداش من حصه حضرها قداش حضرها من حصه في الكلاس يعني. دونك ما عادش عندك اكس برك بالنسبه لليز اكس عندك دو اكس لي فالور دون لو بلونش يولي. دونك انت باغ اكزومبل شوفوا اللي تصور هذا تعدوا لهذه الساعه قبل شفتوا هنايا عندنا اكس 1 اكس 2 اكس 1 هي قداش ريفز من ساعة والاكس 2 قداش حضر من حصة كما نقولوا. وين اللي جريك يقول القائل باهي هنا كان تصويرة 2 دي معناها عندك اكس وجريك ونصورها دون البلان. هنا بحكم عندك اكس 1 اكس 2 جريك 3 اكس 3 فيكتور دونك 3 ديمونسيون دونك تصويرة 3 دي اللي جريك منين فين موجودة اللي جريك اون فيت خارجة من الاكرون معناها جايتك يعني خارجه من الكروم مقبله للشخص معناها اللي يستعمل في الاوديماتور ميكريك خارجه من الكروم الله غالب ما نجمش نصورها معناها خارجه من الكروم. المهم لكن شنو نعملوا احنا تو اش نتسائلوا تو احنا في اون ديمونسيون عندك كورب وعندك لي بوان اللي يقص في الدو ديمونسيون اش باش يولي عندك اون فيت شو قد عندك كورب لكن ما عادش عندك بوان يقص عندك حاجه اخرى تقص واش نصور لكم الكورب لازم نصنع ولا جيب صوره ترى كاني صورت من قبل مش مشكل اف دو اكس ايجال ريغريسيون لوجيستيك دو فاريابل. ريغريسيون لوجيستيك دو فاريابل يا جماعه تو شفتوا ليكواسيون هنايا عندك اكس عندك بي 0 بلس بي 1 فوا اكس بلس بي 2 ما فماش في البيدو كي نحبوا نزيدوا فاريابل اخرى يولي عندنا اكس 1 و اكس 2 كما هنايا باش تولي سامبلومون بي 0 بلس بي 1 فوا اكس 1 بلس بي 2 فوا اكس 2 انا فين ما نزيد فاريابل تزيد البي نتاعها تضربها فيها هكا والليكواسيون تقعد نفسها. باهي اش باش يصير تو كي نعمل له هنا ان سور نحل بارونتيز ونقول له نحط له نفس الليكواسيون 1 بلس اكسبونونسيال بيسونس كيفاش بيسونس عندها لو باهي موان بي 0 موان بي 1 نجم نحي سيني موان مش كور تولي مقابله شي اخرى كيما نقول نحط له 2 اكس
موان 3y for example. Yeah, I don't know what moins 3y is going to be. Moins 3y plus 2x. تفرجوا في التصوير يا جماعة. ذي ديزموز البليدة شفتها؟ استغفر الله العظيم، ما يخلينيش ندور تصويره بطريقة محترمة. والله غلب شو نعمل؟ بهي الدقيقة برك نستويها لكم باش تشوفها. غادي نشوفوا فيها هذه الكور اللي جينا بتاع الفونكسيون. تذكروا الكور بالأخرى خط معوج هابط وبعد يطلع. هنا ايش عملنا كي زدنا ديمونسيون ولا التصوير الترويدي؟ اكل خط ولا سيرفاس معوجه وكذا. سيرفاس من الاولى وبعد تطلع. لاحظتوا تشابه؟ جي شوفوا هيك، مش هذيك هي الكورب اللي كانت مصوره؟ آمين. جوز ولا سيرفاس تو ديكراك هي الاكس دي زد، الاكس الفوقاني هذا، واللي دوز اكس الاخرين هما الاكس ان والاكس دو. هو راه هذا مش مهم ياسر، حتى كان تنجم تشوف ولا تخيل، ما تقلقش مع النود هو اللي يحكم في الاخر. اما جوز هكاك عجة وقلت نوريكم حاجة ترودي هكا، تصور لعبت كل تحب ترودي. تعالى كل شرايكم يا جماعة؟ تصلح ولا تصلحش؟ لاحظتوا من الاخر من ورقة الحكاية، اسكو سي لوجيك انه هذه هي الكورب، هي بيدها الكورب هذه كي تزيدها ديمونسيون. هنا عندك خط معوج ولا سيرفاس معوجة؟ الخط اون ديمونسيون، سيرفاس دو ديمونسيون. اسكو هكا تحسها معقولة بليز اوموا ولا مش لك الكل؟ هاي معقولة، معناها مربوطة بال معناها النومبر دو فاريابل اللي انت عندك تمشي بيهم ويولي هو نومبر دو ديمونسيون اللي مرسومة فيه الخط هكا. هكاك بالضبط. باهي هذيا في 3 دي، معناها عندي دو فاريابل، لي زيكس نتاعي دو ديمونسيون وزيد لي ديمونسيون نتاع لي كريك. كان عندي ان فاريابل، مليار فاريابل، 70 مليار، بون مليار ياسر معناها. بون في الاخر ما جبتش تشوف الكورب وقتها، معناها احنا كبشر نشوفوا 3 دي اقصى حاجه، وحتى كان نشوفها كيف برا تجي واحد يتخبل هاي تنجم تشتري بيري تنجم تشتري البوزيشن تاعها. ديز ديمونسيون تنجم تشوف بعينيك، لكن كيفاش تعرف اللي انت تو في ديز ديمونسيون ليكواسيون هذه باش تعطيك كورب مناسبه لنا، مناسبه للهدف نتاعنا. بالما تعرف معناها هذه ديما بين الزيرو والان، وتنجم تبين ماتيماتيكمون هي تطلع مع الطالعين وتهبط مع الهابطين. بون ما تستحقش باش تبين، هي ليكواسيون ذي صنعت اللي صنعها، استعمل حكايه في ستات في ستاتيستيك اسمها فريسومبلونس، استعملها دون فاسون باش الكوربه ذي تجي هكاك معناها تطلع مع الطالعين وتهبط مع الهابطين. بون باش تجي الكورب الفورم نتاعها اس، لكن مع شكون باش تطلع مع شكون باش تهبط هذاك ديبون البي زيرو والبي ا. حاسين لو فاهم ديز الكوريتم يريقلهم. دونك بون هذه هي الفرصه المناسبه باش نحكيو على البي زيرو والبي ا. محمود ليش نسالك يا اخي هيك البريسونس نتاع الاكسبوننسيال الفورم نتاعها ما هي كيما نتاع اللينيور موديل، انا هيك هي نفسها بالحق ولا جوست كيفاش؟ الكورب هذيك اللي في الاكسبوننسيال انا هي نفسها ما نتاع الموديل لينير في لينير ريجريشن. هي نفسها مش نفسها نتاع الدروات هذه، ما نعرفش هما اسكو بالعاني حطوا نفس الاسامي بي 0 بي 1، ما نعرفش اسكو معناها كي ناخذ ليكواسيون هذه تعطيني الدروات الزرقاء هذيك ولا لا، اما هي سي ليكواسيون دي الدروات هذه وتعطيك دروات نحكيو عليها اللي هي الدروات اللي تمثل ليكواسيون هذه. معناها هي اللي تعطي الاسبي هيك اللي طلع في الوسط، كان شويه تطلع كيما قلت تطلع مع الطالعين وتهبط مع الهابطين. هكاك بي 0 بي 1 هما اللي يحكموا. باهي تو شنو هما بي زيرو بي ان؟ اسكو عندهم انتربريتاسيون؟ اي نعم عندهم. من الاخر احنا اش عملنا هنا؟ طلعنا البوان هذايا، البوان اللي نحكموا به، يعطينيش كورب هذا، يعطيني اي هي لا. كيفاش هذايا اون فيت تحب تطلع الفالور نتاعه وتنجم معناها من غير ما تقراها على الروتير. احنا اش عملنا هنا؟ حطينا الكورب ايكال 0.5، حطينا الكريك ايكال 0.5. كي تجي انت هنا تحط الكواسيون ذي ايكال 0.5، اكس قاش باش تطلع لك؟ باش تطلع لك بون اكس هي باش تطلع لك الاكس نتاع هذا معناها. تذي الاكس كوريسبون ايكال 0.5. والفالور نتاعها شطلع لك بي ان، شطلع لك موان بي زيرو سير بي ان، معناها الفالور نتاع البوان هذا هي موان بي زيرو سير بي ان.
بون ما يقلقش ياسر، مو جوست هاكم معناها هذيك تفرق. معناها تصور لو كان جاب بي زيرو وبي ان عندهم فالور اخرى، مو بي زيرو وبي ان تنجم تكون هنا، تنجم تكون هنا، تنجم تكون في بلاصه اخرى. دونك الفورما نتاع الكورب باش تتبدل، البي زيرو والبي ان يحكموا في الفورما نتاع الكورب. كي انا معناها نكبر في البي ان ولا نصغر، ولا نكبر في البي زيرو ولا نصغر، نجم هذه الاس تولي معناها تنجم تكون البوزيسيون نتاعها لك على اليمين ياسر، ما توصفش الداتا ماهيش مناسبه، نجم تكون على اليسار، نجم تكون مقبله الغادي، اس مقبله بالعكس، نجم تقول تكون مشبوده، نجم تكون مكبوسه، المهم ماهيش نفس الكورب بالضبط. فما اس لكن فين مقبله فين واقفه، كيفاش تطلع معناها حاسيلو تتبدل شويه. دونك يقول القائل كيفاش طو احنا من ليكواسيون هذه بالضروره باش جينا كورب مناسبه للي بوان. بحكم البي زيرو والبي ان هما اللي يحكموا في الشكل نتاع الكورب، وهنايا بنا كده معناها دو فاريابل عندك بي ان عندك بي زيرو بي ان بي دو، كيفاش باش نختاروا لي فالور تاع البي زيرو والبي ان اللي يخليو الكورب نتاعنا مش تطلع وتهبط برك، وانما تهبط مع اللي هابطين وتطلع مع الطالعين، تطلع تهبط مع لي بوان هذوم تطلع مع هذوم. باهي معناها هذه تسمى لوبتيميزاسيون، ان بروبليم دوبتيميزاسيون، كيفاش تلقى البي زيرو والبي ان احسن وحول لي فالور اوبتيمال مناسبين باهيين معناها. كيفاش يصير هذا؟ يصير بالمات، فما الالغوريتم، فما بليزيور الالغوريتم ماتيماتيك اللي يعملوا حاجه هذيك يوبتيميزيو اون فونكسيون بطريقه معينه بارتير من لي بارامتر هذوما بي زيرو بي ان. فما الميثود تاع الجراديون، فما الريلاكساسيون، ديجا شنات مبعثه بازي على الريلاكساسيون، فما برشا حول معناها فيهم كالكيل دو ديريفي، فما والله لعل فما حول اخرين فيهم كالكيل ماتريسي، فما بليزيور ابروتش معناها. المهم ملخص الحكايه، فما الالغوريتم ماتيماتيك اللي يلقى لك لي فالور بي زيرو بي ان اوبتيمال اللي يعطيك كورب مناسب لي بوان تاعك. يعني مش كورب في شكل اس تطلع وتهبط برك، لا تطلع مع هذوم وتهبط مع هذوم. مانيش باش نكوديو احنا المات اون جينيرال البيبليوتيك معناها فيهم بار ديفو دي زالغوريتم باهيين يطلعوا لك لي فالور هذوما تاع البي زيرو بي ان معناها. باهي مريقلين لحد الان يا جماعه. مصلو دونك قلنا كتب لي سول فاريابل بي زيرو والبي ان شنو هما يعطيك البوان هذايا مو بي ان سي بي زيرو الفاريابل نتاعك كي يبدا دو فاريابل تو كي يبدا دو فاريابل قلنا كي يبدا دو فاريابل الكورب هذيا اش تولي كالسيرفاس العجيبه والبوان هذا اش باش يولي يا جماعه تو احنا زدنا ديمونسيون البوان كي تزيدو ديمونسيون شنو يولي يا جماعه دروات بالضبط. هنا اللي يفصل بين لي دو كلاس جماعه الزيرو وجماعه الان هو بوان. كي نزيدو ديمونسيون باش تولي دروات، ها هو هي دروات هاك الزرقاء، والليكواسيون تاعها هي ليكواسيون اللي لداخل. انت هنا عندك اكس برك كادو تخدم دو فاريابل، عندك اكس ان و اكس دو. ليكواسيون تاع الدروات هذيا باش تكون هي موان بي زيرو بلس بي ان فوا اكس ان بلس بي دو فوا اكس دو. سبحان الله برشا عباد يجيو في الساعة الثانية، مرحبا بكم، أنا ما يقلقش سبحان الله، طلعش أنا حطيت وقت غلط ولا حاجة في البوست، بو ما حطيتش وقت غلط خاطر برشا يجيو في الساعة الأولى، دونك مريض، على كل نرجع لموضوعنا، دونك ملخص الحكاية معناها البي أن والبي دو شاتيك في الكا هذايا ليكواسيون بي أن والبي دو والبي زيرو معناها شاتيك دروات هذيا، معناها ريغريسيون لوجيستيك فما كورب تعطي بروبا وفما فرونتيير تقسم في الدو فاريابل فرونتيير تقسم هي دروات باهي كيما هنا يلاه لاحظوا ريغريسيون لينير شنو الهدف نتاعها باش تصنع لك دروات توسط لي بوان في الكلاسيفيكاسيون نحب نفرقوا بيناتهم دونك باش تصنع دروات اللي هي تقول لك معناها تفرق دونك في الاخر انت كي عندك ان معلش انا نقولوا تلميذ هنا في الاكس هذايا قداش قرا من ساعة في الأكس هذايا قداش حضر من ساعة باش نعرفوه نجا حوالينا نشوف البوزيسيون نتاعو في البلان هذايا نحسبو لي كوردوني نتاعو نحطوه كومان بلان كانوا فوق الدروات نجح كانوا تحت الدروات خسر ما نجحش سهلة العملية نفرقوا بيناتهم الدروات هي الحلول اللي تفرق بين الناجحين والفاشلين بالطبيعة معناها إل سو بو من لي بوان نتاعك مش بالضرورة باش يكونوا مزيانين كي دون لي بلان الزرق في شيرة والحمر في شيرة ديجا كيما هنا فما تداخل بارتي اللي في الوسط هكايا فما جماعة الفوق وجماعة اللوطة معناها بارتي اللي على اليمين براتيكمون كلهم الفوق بارتي على اليسار كلهم اللوطة
بلوس فما تداخل كيف كيف زاد هناش تلقى تداخل معنا دونك ضمه بار اكزومبل لامبا نقولوا الحمر هما اللي ما نجحوش اما اللي يحضر وقرا وما نجحش حضر وقرا نجح الاكثريه اللي حضر وقرا ونجحوا واللي ما حضروش وما قراوش الاكثريه ما نجحوش دونك فما معنا ريغريسيون لوجيستيك ما تجمش ماش بارفيش تعمل شحال تفصلهم الدروات معنا هما الزوز معنا الدور الاحمر والنجوم الاخضر ما تجمش تفصلهم الدروات بارفيتمون هنا دونك ابري هذه احسن دروات معنا تقسم بيناتهم هذه الدروات اللي تفصل لي دو كلاس كي يبدا بليزيور بلاك بليزيور فاريابل تو اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 10 كيما هنا عندنا 23 فاريابل في البروبليم اللي نخدموا فيه ولا 22 فاريابل وفيت ليكواسيون شتو قاعد نفسها ما نجموش نتخيلوا التصويره ما نجموش نتخيلوا الكورب المعوجه ما نجموش نتخيلوا الدروات المستويه لكن نجمو نقراو ليكواسيون شتو لي بي 0 بلس بي 1 فوا اكس 1 بلس بي 2 فوا اكس 2 بلس بي 3 فوا اكس 3 الى اخره عندها نفس البروبابيليتي بين 0 و 1 طابت معنا هابطين وتطلع معنا طالعين هذا تيوريك باش نبداو ان شاء الله في الكود لاحظوا ديما الكود شويه معناها كي تجي تصنع ان موديل انتيليجون ماشين ليرنينغ الكود ما فيش برشا الكود اللي شفناه في البريباراسيون تاع الداتا اكثر برشا جوست يلزمك تفهم التيوريك باش بعد كان تحب تحسن الموديل نتاعك تنجم تحسن المهم باهي اسكو واضح التيوريك يا جماعه نبداو في البراتيك اعطيوني الاسئله نتاعكم هاي اي حاجه مش واضحه تحبوا نعاود اي حاجه ما يقلقش مرحبا باهي كل شيء واضح حسب الظاهر الحمد لله هذه مو في بليس فيديو ما نعرف شو اقصد بها ولا التصوير معناها كيما نقولوا مو في ما نجحوش بليس فيديو ما نجحوش فور اكزامبل باهي شنو نبليكيو توا ماش باش نبليكيو توا احنا نرجعوا البروبليم انيسيال نتاعنا عندنا ديك ليون نذكر اللي حضروا خلطوا مخر شوي عندنا احنا ديك ليون معناها تاع شركه طيران كل كليون عنده رقم نتاعو عنده تروكات الى اخره كل كليون نعرفو الاج نتاعو الكلاس نتاعو بريمي كلاس وسيم كلاس الى اخره فما وي في ولا في الطياره قوي ولا لا قداش طول الرحله الى اخره قداش نظيفه الطياره من خلال هذا نحبو نبريديكتيو اسكو راضي ولا دونك كل كليون احنا نعرفو معنا عندنا 103000 كليون هنا سجلوه من الشركه نتاع الطيران كل كليون سالوه انت راضي ولا دونك كليون الاول هذاك اللي عمره 13 سنه ماهوش راضي ثاني مش راضي بالرحله ثالث راضي رابع مش راضي الخامس راضي نقولهم بليزيور اكزومبل عندنا 103000 اكزومبل تاع كليون باش نصنع ان موديل انتيليجون معناها يقول لك معناها اسكو الكليون راضي ولا من خلال المعلومات هذه كي تجي نقول له ايوه الموديل الانتيليجون فما كليون عمره درا قداش وركب في الكلاس الفلانيه والرحله طولها مسافتها هكا والى اخره زعما يطلع راضي بالسيرفيس نتاعنا ولا الموديل نتاعك الموديل انتيليجون نتاعك باش يقول لك باش يعمل الحسابات نتاعو الى اخره والحفلات هذه باش يقول لك راهو يطلع راضي ولا باش يقول لك راهو يطلع مش راضي باش تعرف بالمسبق اللي كليونات راضيين عليك ولا كما نقولوا كانك تعرف الكليون اكثريه يطلع مش راضي تمشي ترضيه ولا تتصرف دونك عندنا بليزيور فاريابل عندنا 22 فاريابل 22 اكس معناش اكس واحده كيما هنا معناش زوز اكس واحد كيما هنا عندنا 22 كعبه لكن ليكواسيون هي نفسها والبروبريتي نتاعها هما نفسهم دونك تقريبا باش نحاول نصنع اون فرونتيير تقسم بين الكليون الراضي والكليون مش راضي فرونتيير مش تكون دروات كيما هنا مش تكون بوان كيما هنا باش تكون ان ايبر بلون لاحظوا في التصويره هذه يعني 2 دي بون سامحني كيبدا الاكس نتاعنا اون ديمونسيون اكس وحده البوان نتاعنا زيرو ديمونسيون فرونتيير كيبدا الاكس عندك زوز اكس واحد اكس 1 اكس 2 فرونتيير نتاعك هي اون ديمونسيون دروات لو ديما طيح ديمونسيون عندك احنا 22 فاريابل شنو اسمو ان اسباس هو ماتيماتيكمون سان اسباس فيكتوريال 21 ديمونسيون باش يكون باش يقص بين لي بوان هذو لي بوان هذو يحاول يجيب هذوما في شيره والاخرين في شيره ازيرو لا علينا باهي 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 دونك نابليكيو ان شاء الله شنعمل قل له فروم اسكيلون اسكيلون هي البيبليوتيك نتاع الماشين ليرن اشهر واحده في البايثون فما هذو اخرين ما هي هي اساس معناها فهم ام سو موديول اسمه لينير موديل
على فكرة يتسمى الريغريسيون لوجيستيك تسمى لينير موديل، على خاطر كيما تصنع لك حاجة لينية، تصنع لك دروات مستوية، كي تخدم تروا زيكس معناها اكس ان زيكس تروا تولي بلون اللي هو مستوي، تعمل هذيك حاجة مستوية. الكور مش مستوية لكن الفرونتير ديما حاجة مستوية، دونك تسمى موديل لينير. أي موديل يعطيك حاجة مستوية في المشي ليرنينغ تسمى موديل لينير. ريغريسيون لينير هذه تعطيك دروات هي حاجة مستوية، دونك تسمى موديل لينير. لا علينا، سيب اسم الاسم البيبليوتيك هذا مش تمبورتي منه الكلاس هذا اللوجيستيك ريغريشن اللي هي الموديل هذا اللي يصنع كورب وفرونتير. فرونتير مستوية والكورب معوجة تطلع مع الطالعين تهبط مع الهابطين. مش تمبورتي حاجة أخرى اسمها الماتريكس. نمبورتيو فونكسيون بون من جمله البيبليوتيك نتاع الماتريكس هذوما، نمبورتيو حاجه اسمها الاكيوريسي سكور. الاكيوريسي هي ستان سكور تقيم به الموديل نتاعك انت. بار اكزومبل الموديل هذايا في التصويره هذه اسكو كلهم جايبهم صحاح ولا لا؟ الموديل هذا ايش يقول لك؟ يقول لك اللي فوق الدروات راهو خضر اللي تحتهم احمر. عامل غلط، فما ثلاثه بوان احمر غلط فيهم، فما اربع بوان خضر غلط فيهم. دونك الغلط نتاعها سبعه بوانات من جمله قاش من بوان. جملة برشا حسيلو. دونك الاكيوسي سكور يعطيك معناها الموديل قداش صحيح وقداش غلط. معناها ستان سكور تقيم به الجودة تاع الموديل نتاعك. كي سو مثلا كان جاي البوان مشكشكين ياسر تجيب تاخذ دروات تقص بينهم وتلقى يجيك سكور خايب. المهم باش نشوف. دونك اول حاجة نعملها نصنع الموديل نتاعي، نصنع اون انستونس سماها لوغ بون بار اكزومبل سماها لوغ ريك. معناها سميتها كيك نقصد لوجيستيك ريغريشن ديما سماها لوغ ريك. نقول لوغ ريك اللي هي الفاريبل هذه سي تان موديل تيب لوجيستيك ريغريشن. باهي قلت له solver equal liblinear اشنية هذه نجمة نحاها. كان نحاها نخلي عادية معناها بار ديفو نجم تطلع الرور. ما عادش علاش البيبليوتيك اسكيلور الكلاس تاع لوجيستيك ريغريشن اللي عندهم ساعات يطلع لك ديزيرور. اون جينيرال تحط له السولفر هذا باش ما يطلع لكش. شنو السولفر؟ هو الميثود اوبتيميزاسيون اللي باش يطلع لك البي ان والبي دو. نظام كيما قلنا فهم بليزيور الغوريثم ماتيماتيك، فهم بليزيور شوات نجم انت تختار الالغوريثم. فما واحد اسمه liblinear، ما عنديش فكرة على الديتاي نتاعه، ولكن بازي على فاز اسمها ميثود دو ريلاكساسيون هاسك تنجمو تلوجو عليها. معناها مش مشهورة ياسر معناها تقضي ميثود دو ريلاكساسيون تاع ستو ميثود دو اوبتيميزاسيون تنجم تابليكيها في اللوجيستيك ريغريشن في غيرها معناها في 70,000 حاجة في الماتيماتيك ابليكي. المهم من الاخر انا حطيتها باش ما يطلعليش الرور، خاطر ساعات يطلع الرور اللوجيستيك ريغريشن. دونك تحط هذه ما يطلعلكش الله غالب بازي تقول. المهم دونك صنعت Logistic regression. صنعت une équation هكا فيها بليزيور x معناها مش x واحدة ولا 22 x ولا قداش باهي. لكن ال B1 وال B2 تو يزم يكون مناسبين معناها الكورب تطلع مع البوانات الطالعين وتطلع مع البوانات الهابطين. أنا كي صنعت الموديل متاعي في السطر هذا ما عطيتوش البوانات، ما عطيتوش الداتا متاعي اللي هي تمثل الكليون متاعي هذيكا. دونك نعطيها له هنا قول له تعلم فيت معناها تعلم هاو لي زيكس وهاو لي زيكريك. معناها هاو لي كليون البيانات نتاعهم وهاو كل كليون راضي ولا عندك 103,000 اكزومبل تبارك الله شيخ. شوف لي زيكزومبل وتعلم منهم، كون خبره من لي زيكزومبل هذوك. ما يجيش عبد معناها يقعد يقرا في بيانات نتاع 103,000 عام كليون معناها يحاول يدقق معناها كيفاش يقع علاقه بين الرضا تاع الكليون بين المعلومات هذه. لكن الموديل هو مات معناه ولودين تور يحسب فيه ساعات جاك حفله تقول له هام 103,000 كليون هام راضين ولا تعلم معناها القى الأ والبي سامحني القى اللي بي هذوك من المثاليين يصنع الكورب سمحه ماشي مقبل بالمقلوب ولا هربه لك تطلع مع الطالعين وتهبط مع الهابطين. باهي اون فوا السيلول هذيا اللي اكزيكوتي دونك سي الموديل مريقل عندنا ريغريسيون لوجيستيك سي مناسبة للداتا قدر الإمكان. نحبو نتستيوها تو اسكو باهي الموديل نتاعنا ولا دونك اسكو كلهم في الإكزومبل هذايا اللي على اليسار الدروا تفرق بيناتهم بارفيتمون لي بوان. هنا فما بوانات تغلط فيهم معناها بوانات حمر حسبتهم على الخضر والعكس بالعكس. دونك شنو نشوفو احنا قداش من بوان صحاح قداش غالطين. دونك شنو نبدو شنو نعملو الصح شكون اللي شفتهم يا موديل ايوه ريغريسيون لوجيستيك اللي صنعناك فما كليون احنا وريناهم لك كل 103,000 فما 20,000 كليون خبيناهم على جنب سميناهم اكس تيست. دوك انت ما تعرفهمش انت يا موديل الكورب نتاعك صنعته بطريقه مناسبه لك 103,000 اللي عطيناهم لك واللي كوفيسيون نتاعك مناسبين لهذوكم اللي شفتهم. لكن احنا في المستقبل نحبوا نبريديكتيو بيك الرضا نتاع اي كليون معناها
مش كان لهذوق مع ذيك اليوم جدد أخرى إلى الله أعلم. دونك باش نعطيوك كل اليوم انت ما تعرفهمش احنا خبيناهم على جنب سميناهم اكس تيست. قول لنا اسكو راضين ولا دونك استر هذايا خلينا نصافي لو غريك بون بريديكت. بريديكت معناها قول لي قول لي قول لي لي غريك نتاعهم شنو هي لي كليون هذوما اللي باش نتستيو عليهم الموديل نتاعك باش تلقى باش يطلعهم مش يحاول يطلعهم مش يحاول يبريديكتيهم راضين ولا مش راضين. لي فالور نتاعهم باش تحطو في تابلو معناها في اون كولوم ان فيكتور كيما نقول 0 1 1 0 مع كل كليون كانوا راضي 0 سامحني كانوا مش راضي 0 كانوا راضي 1 فور اكزومبل هات نشوف هذه y predicted باهي انو تابلو انا معناها الكليون الاول في جماعه التيست راضي انا معناها الكليون الثاني راضي 0 الكليون الثالث مش راضي. هذا الموديل اش قال لنا؟ باهي خلينا نشوفوهم هما طب لي غريك تيست شنو هي الفالور الحقيقيين نتاع الرضا نتاع الكليونات اللي الموديل ما شافهمش. مش ديما تيكزيكوتي كل ما جينيرال تيكزيكوتي كل سيريال واحد عملنا لاسباب معينه نعمل هكاك. باهي شوفوا هنا الكليون الاول الموديل بريديكتاهكم راضي والفالور الاصليه نتاعو راضي مريقل الموديل نتاعك عمل بريديكسيون صحيح. الموديل الكليون الثاني راضي عنده ان حسب الموديل حسب الريغريسيون لوجيستيك والفالور الحقيقيه نتاعو راضي بالرسمي الموديل عارفه راضي. فالور الكليون الثالث مش راضي حسب الموديل حسب الحقيقه مش راضي. اظن الكليونات اللي الموديل جابهم صحاحه يا اسمعي باهي لكن احنا مش نقعدوا ندقزوا عليهم بالواحد بالواحد ندوروا عليهم. انا عندك تبارك الله 25900 كليون معناها مش نقعدوا بالعين معناها حاجه تعب. دونك قولوا له اعطيني الاكيوسي سكور. الاكيوسي قداش نسبه الاكيوسي سكور هو قداش نسبه الكليونات اللي الموديل بريدكتيهم بالصحيح هما راضين هو عرفهم راضين هما متغشين هو عرفهم متغشين. دونك نقول له هاملي فالور الصحاح هاملي فالور الموديل بريدكتيهم قداش نسبة التوافق بيناتهم اللي هي الاكيوسي سكور تطلع 87%. معناها يا جماعة 87% من لي كليون الموديل ما يعرفهمش عرفهم راضين ولا مش راضين بالصحيح 87% منهم فما 13% اللي الموديل جابهم بالغلط ما عرفش يطلعهم راضين ولا باهي. قبل ما نحكيو على السيدي اللي بعد خلينا نتفقوا واضح يا جماعه لهنا فماش دي كاستيون هذا بينا دي تكون واضحه. بيني راضي بيني بيني واضح الكليونات راضين حتى انتم ان شاء الله راضين ان شاء الله كنا راضين باه واضح 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 باهي. دونك الموديل سمح معنا 87% من الكليون يطلعهم لك راضين ولا ماذا بينا نجيبوا اكثر ما ذاك هو الطمع البشري معنا باهي 87 باهي. دونك باش نعملوا احنا شنو نشوفوا تو زعما الموديل نتاعنا زعما باهي ولا في كل كليون اللي تعلم بيهم خاطر احنا الموديل نتاعنا والكورب صنعت هذيك دون فاسون باش تكون مناسبه للي بوان لي بوان هنا اللي يمثلوا لي كليون اللي الموديل تعلم منهم. دونك الموديل لي بوان اللي تعلم منهم اسكو يجيبهم صحاح الكل اون فيت كي تجي تشوف تلقاهم بريسك نفس الفالور معناها حتى هما يغلط فيهم يعني كيما نقولوا هنايا باغ اكزومبل ما تجمش تصنع كورب تفصل بين هذوما وهذوما بارفيتمون لانه يعني فما الزون اللي في الوسط فيها تشكشيك يعني كي يبدا واحد قاري بريفيز ثلاثة سوايع على النص تلميذ يسبو يكون ناجح يسبو يكون مش ناجح معناها 50-50 الموديل بتاعك صعيب باش تلازم فيهم بالصحيح هذوك معناها. دونك الكليون الموديل غلط فيهم يطلع كي 13% الفالور براتيكمون نفسها بين الكليون اللي الموديل تران عليهم والكليون اللي ما شافهمش وما يعرفهمش. نجمو نقولو الموديل نتاعنا فاهم مش حافظ كان جاي حافظ راه هما كل جابهم بالصحيح ولا جاب اكثر معناها جاب فيهم نسبة عالية بالصحيح وهذوما اللي ما يفهمش بلبزهم غلط فيهم كيما التلميذ اللي يحفظ ليزيكزارسيس يجي حاجة يعرفها يجيب ريزولتا باهية يجي دوفر في حاجة ما يعرفهاش يجيب ريزولتا كاتاستروفيك والفهم هو اللي ديما يجيب صحيح. دونك الموديل نتاعنا فاهم مش حافظ باهي الموديل نتاعنا سمعي وديجا عمل الفالور قراب ياسر هنا
على خاطر اون فيت الكليون اللي لي كليون اللي الموديل تعلم عليهم واللي كليون اللي الموديل تستنى عليهم هما من نفس الشركه معناها. فور اكزامبل شركه طيران في روسيا كل العباد روسيين يركبوا في الطيران تاع الشركه هذيك نفسهم معناها معناه عندهم بليز مو نفس المواصفات مش بالضروره روسيين مثلا اكزامبل يعني. دونك عادي انك تلقى في كثير من الاحيان عادي انك تلقى نفس الريزلت بريسك. جهنا خير شويه لا 8 7 4 بينما 8 7 1 لان هو الموديل تصنع بطريقه باش يكون مناسب لهذا اللي ترانا عليهم. دونك عادي ان يكون بريديكتيهم بالبدا الاخرين همش نفسهم. دونك لي بوزيسيون تاع لي بوين نجمو يختلفوا شويه حكم هو ما تبناش باش يكون مناسب لهم هما بالذات يسوي يغلط شويه معناها مناسب للاخرين اكثر. اما جلوبال مون باهي جاب 87% سكور باش نعم معناها باش نجيبو انوتر موديل اللي هو ظاهر مزيان باش نشوفو اسكو جيب ريزلتا خير ولا قبل ما نتعداولو نتنفسو شويه ونسالكم ريجلين ولا نتعداو يا جماعه محمود بربي عنا كان الاكرسي لازم نحسبو بها فما حاجات اخرين فما برشا 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 حاجات اخرين ديجا شنعمل ان شاء الله وركشوب مانيش عارف ياما الويكاند هذايا نهار الاحد ياما في يوم الجمعه الجايه نحكيو على ايفالواسيون احنا نعمل ايفالواسيون للموديل نتاعنا بالاكيرسي هذيك الاكيرسي ماشي هي الوحيده فما برشا طرق معناها تقيس بس ساعات لو يجيك اكيرسي عاليه والموديل خايب راه اي نعم تجي عندها معنى الحكايه ولوجيك و حاسي لو تنشوف فما بليزيور مزيور معناها ظهر فينا باش نواصلوا باهي شوف قداش مازال حاضرين ترى ما شاء الله هما 15 الحمد لله. مرة أخرى في ريغريسيون لينير نذكر وقتها حكاية 19 من واحد عفوت نحكي عن الموت عن الموت رجعت يقول لي نقص 8 ولا قد عسيلو أي لا علينا باهي اليوم ما كثرناش من الموت تسمى خاطر نجم نتعلم قراءه في الماشين لورنينغ كي تحب تغرق في الماتم نتاعك تنجم تغرق قد ما تحب معناها اون جينيرال كي يبدا واحد مازال جديد في الدومين ننصحو نقولو افهم لي كونسيبت كيما هكا وافهم المات هذايا لي كواسيون باغ اكزومبل من فوق لفوق معناها ولا حتى افهم الكونسيبت فيه برك راهي كور بتطلع مع طارين تلعب مع لابتي وتعلم الكور كان دومين عجبك كي وذقته وتحب تواصل فيه ابدا ادخل بشويه بشويه في المات معناها تنجم تغرق فيه قد ما تحب المهم